تستعد سفينة ناجمار للانطلاق إلى منطقة اسكحصار. نحن الآن في الجهة المقابلة هناك يلوى طبعا، وهذه ناجمار تنطلق من يلوى وستتجه إلى اسكحصار. نعم لقد انطلقت السفينة الآن، نعم على بركة الله سبحانه الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين. نبتعد رويدا رويدا عن مدينة يلوى باتجاه مدينة اسكحصار. الرحلة تستغرق نصف ساعة من يلوى إلى اسكحصار، والأجرة 10 ليرات للفرد و135 للسيارة الصغيرة و230 للسيارة الكبيرة.